بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة يوم الخميس يوم 10/5، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الشغل في مسجد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، زي ما حضراتكم شايفين يا أخوانا، إحنا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بنشتغل في النجارة، خلصنا السقف ده نجارة بفضل الله سبحانه وتعالى وخلصنا حدادة كمان، ومنتظرين الخرسانة الجاهزة. فياريت يا أخوانا إيدكم معانا علشان نقدر نكمل ونقدر نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى. لكل من شارك معنا في هذا الصالح العظيم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي صحيفة أعمالكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة. ياريت يا أخوانا نحاول نواصل فعل الخير، دايما بيبقى فرص. التجارة الرابحة مع الله عز وجل هي تجارة بناء المساجد، لأن بناء المساجد يخرج منه كل نور، ويقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني كعش الطير، ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، أو بنى الله له مثله في الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اختارهم لعمارة بيوته ولبناء بيوته وإنشاء بيوته وإقامة بيوته والعمل على المحافظة على بيوته وإعدادها للذاكرين الشاكرين الراكعين الساجدين من أمة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت أخوانا كل واحد راكع ساجد قائم واقف بين يدي الله عز وجل، قارئ للقرآن، مصلي على محمد عليه الصلاة والسلام في ميزان حسناتك وفي صحيفة أعمالك. فيعني شوف ميزان حسناتك هيشتغل ازاي، تبقى انت في قبرك ويروح لك الصدقة الجارية دايما، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جارية لجريانها او لسرعة حسناتها، لسرعة كسبها مع الله عز وجل، لسرعة شغلها مع الله عز وجل. فياريت يا اخواننا ايديكم معانا علشان نقدر نكمل، نقدر نواصل ولو حتى باقل القليل، ما يشترطش انك تحط كتير، ولكن حتى ولو باقل القليل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هذه البنايين شغالين والنجارين زي ما قلنا والحدادين كده اتموا شغلهم امبارح واحنا واقفين على الصبه يا اخواننا. فياريت ايديكم معانا، كل من شارك كل من ساهم، اسال الله تبارك وتعالى ان يتم علينا وعليه النعمه وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.